طبعا ما سويت اي شيء جديد، بس ان شاء الله ورا هذا الفيديو، يعني شفت كويس من هذا الفيديو اجهز كل شيء. بس اذا اروح رحلة كهفية يا شباب، اوه لا هذا مو عالم، يعني ما سويت هاي علامة الزائد مثل مش هذا مو عالم من الحقيقي يا شباب، يعني اذا ذاك شنو هذا العالم مقسوم لسه، شوف شباب والله مقسوم لسه، ما يقدر يطلع ما يقدر يطلع. ولو لحظة هذا العالم دخلته اني، خليت بي كرافتنج وتشيست ومش كذا مالتنا، ما عليكم شباب. الشجرة تقلت الشجرة، لا 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 اوه ماي جاد شباب ضيعنا في الشجرة، اوه ماي جاد وين الشجرة؟ الشجرة بليز اطلعي لي بليز، طبعا شو ما الموز باركور بس راح اوه ماي جاد والله قمرتني، اوكي اوه والله مقلب غلط مقلب شباب، زي ما شفت ردت، اوكي مو مشكلة اروح لغير عالم، خلص حط فوق الشجرة، هاي الورق صار، اوكي نقدر نقوم يا الله 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 الله، اوكي شباب راح اروح لذاك العالم. أنا شباب دخلت للعالم، بس أول ما دخلت لقيت حصان، بس المشكلة ما عندي شي حتى أروضه، هذا لون شباب والله مدي أصنع لهذا سرير، بس حاليا ماكو أي خروف، اي خروف يمي ماكو والله، ولا حول الصبح بس ما يتحول، الذهب هاي ما يصير، اوكي طبعا شباب، بس ارد ادور على شي يعني فحم، او ما قال عندي بكاكس، اقدر اكسر فحم وعندي عصايات يعني اخلي ضوء، بس المشكلة كهف ماكو، تعرفون الفحم يعني يصير بالبداية، اوه بيضة خلنا نشمرها، ما بيطلع لنا فرخ، لا كسرت بس ما طلع لنا فرخ، حرامات برع برع بر،
اي برهيج فحم. يلا اطلع لي فحم فحم. هاي اقدر اصنع من عندها فرن ما يعرف. اوكي شكله هنا ماكو فحم. لازم نصعد فوق. سميه لحظة. او ماي جاد الجواب هنا. طبعا شباب اللي يذكر هذا عالمنا القديم مال ماينكرافت ذيك الغر اصدار. او قصب سكة. دخلت للعالم انا واخويا. او ماي جاد شباب لقينا فحم. بس خلنا نشوف ذاك الكهف. او هذا امسى من عنده بس بكيت الله بيه فحم. هذا اتذكر دخلت له. اي والله فحم هنا. اي والله هذا. يا سلام علي انا يا شباب. اوكي واخيرا يعطينا اكس بي. والله ما اعطانا. او والله اعطانا واحدة. شنو يلا كسر هو الفحم لين بعد الشوي. ماي جاد لازم نكسر حتى نصعد. او والله شرحت فيه. بس حاليا ما محتاجين فحم. خلصنا. بس لحظة ماكو ايرون هنا. ماكو. او لا لحظة لحظة بلا ما نكسر هاي شوف مز. اوكي ادري راح اطول عليكم بالفيديو بس ان شاء الله تصنع الشموع. بس لحظة انا عندي هاي بلوكات. والله ما ادري شو فيها يا شباب. اوكي جبنا الفحم. بس لحظة من بيت مين تقدم لنا. خلنا نروح لنا. نحن ما نضيع بيوتنا يا شباب. باو عليه. نعبر هذا الجبل. اي المجنة والله. اي والله وصلنا من هاي الجهة. انا على هذا الستون مدري شو اسمه. والله ما اعرف اسمه نسيته. والله ذاك البيت يا باب لقيناه. وي 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 يا شباب اخيرا. بس كبسة مالتنا راح يخلص. اخيرا راح نصنع الشموع. اوكي فرن. ولا مو هنا كسر البكوكس احسن. اوكي نجيب العصايات. او ماي جاد خل نصنع من هذا. نصنع شموع. اربع شموع يا شباب. خلي نشمع هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة. اوكي كم تشوفون يا شباب. يا سلام. نضم الغراب. صنعت كاكس من هذا الني البلوكة واحدة. بقانا شنو يا شباب؟ بقانا الخرفان. المشكلة مين نجيب الخرفان؟ أنا لقيت قصة وقتين شفتوهم بالبيت.
يلا والله نسويه. بس بقالي حاليا اثنين اللي جابه اثنين ربع ساعة سوية، فاحنا نحضر يا عمو بيضة يا عمو ساعة سوية. اوه اطلع النهار ندوم نشوف اكثر. باب راح انتظر الليل يجي ورجع كشف مثل ما تشوفوا. طبعا انا غلط قلت لكم انتظر الليل، بس اعتذر اللي يعني المفروض انتظر النهار موجود. اوكي بلش النهار يطلع بيوت الشمس باب على غروب موت الشمس. واو غروب الشمس والله مين شمس طلع شمس طلع شمس طلع شمس طلع شمس. واو شباب صباح الخير. كان حياة واقعية والله ما ينقدر الشروق خرافي. قمر راح شوف ذاك هو الأبيض. هاي شكل على الأبيض وهاي هي الشمس. دن 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 هذه هناك. اوكي شفتوا اول ما طلع النهار طلع عنا شمبير، فاروح المكتبة ناخذ لحم. موت يلا تعال. اي والله يتحرك حرف يركض اخيرا. طيب راح تبقى لنا بس يخلص ماي جاد كيف هالفراغ. موتي 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 موتي. اوكي اكتلنا عبدك لصفاية واحدة ولحنا سمع الله زين تعرف محفوظ البيت. طبعا ما اعرف ان الايرون مثل هذا الايرون الابيض لكاس البيض ايضا يسمع مع الهدوء. شباب اول ما قلناها تفكروا لا والله قلت او ماي جاد او ماي جاد يا شباب كيوت او ماي جاد شباب والله كيوت. هذا خروف خروف والله كيوت شباب. والله ده خليني أفكر معي كده كتير. أوكي شباب أدور خروف ثاني وأرجع. أوكي شباب كانت لنا هذه الفيديو إن شاء الله استمتعتوا. إذا ما عندكم فيديو ديسلايك ولا فيديو